راسنا الغالي لنا حبيب بالدلوكة والحنة، الحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة. راسنا الغالي لنا حبيب بالدلوكة والحنة، والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة. راسنا الغالي لنا حبيب بالدلوكة والحنة، والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة. حبوبة الليلة زينتنا بالدلوكة والحنة، بعد بيها لمتنا بالدلوكة والحنة، وخات الجبنة نادتنا بالدلوكة والحنة، كبيرنا البيه وعزتنا وسط الجبنة واللمة. غناي الليلة فيه مجال بالدلوكة والحنة، الداير اللي فينا نقول له تعال بالدلوكة والحنة، أسسوه ناس عزال بالدلوكة والحنة، في لحقيقة تلقوا مثال وسط الجبنة واللمة. عريس نربط له هلال بالدلوكة والحنة، الأعمام مع الخيلان بالدلوكة والحنة، سار وسط الجبنة واللمة. راسنا الغالي لنا حبيب بالدلوكة والحنة، والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم غنى السباتة. كما عودناكم كل يوم حلقة جديدة وموضوع جديد، والليلة موضوعنا ده خصصناه عن العرس. هنتكلم عن طقوس والأغاني اللي بتتغنى في العرس وتفاصيل كثيرة إن شاء الله خلال حلقتنا دي. أهلا ومرحب ضيوفنا في الاستوديو، ونحن سعيدين جدا بوجودكم معنا. تحية كمان لكل المشاهدين ولكل اللي بتابعونا. وزي ما خصصنا حلقتنا دي أعراس، نحن عارفين إنه الأعراس عندنا طقوسها كثيرة وجميلة كده، كلمونا شوية عن الطقوس دي زهرة. طبعا لز حاجة هي في طقوس ومناسباتنا احنا السودانية، يعني مما تبدأ نقول الخير، ومما يجي يعني تبدأ المراسم بتاعت المناسبة، هي كلها ماشية في أفراح، ماشية في دور بتاع فرحة بالنسبة للأسرة بالنسبة للناس كلها، فهي كلها جميلة من كل المقاييس. لكن طبعا أنا المحببة لي أكتر حاجة يعني اللي هي بكون الحنة. درية كده كلمينا شوية برضو، في تفاصيل كتيرة بتخص طقوس العرس، أكتر حاجة محببة لك شنو؟ أنا والله القدومة، لأن بتكون طقوس نسائية بحتة، يعني جبنة، الفشار، اللبس بيكون يعني مع بعض، وبتكون الأهل بس تقريبا. أيوة، وبتكون الصحبات، يعني ما بكون في رجال وكده، يعني البنات بيستمتعوا بها أكثر. تاخدوا راحة تكون فيها. زبيدة. أنا طبعا بحب الجرتك. يعني في دي أكتر حاجة في المراسم بتاعت العرس، هي جرتك وفطور العريس. الحاجات البلدية يعني. أكتر حاجة بتحبيها وقعدتها. أكتر حاجة بتحبيها في فطور العريس شنو؟ طبعا فطور العريس كله لذيذ، والحروب بالعصيدة حاجاتنا السودانية، حاجات السودانية أيوة كلها لذيذة. طبعا بالذات فطور طبعا العريس. برضو فطور العريس يعني ما يفوتك يا سارة، فيه والهدية فيه والهدايا. الإنسان طبعا بيحبوا فطور العريس عشان الهدايا. الهدايا يعني ما عشان الأكل اللي بيقوم فطور العريس. طيب واحدة برضو من تقاليدنا الحلوة يعني جميلة. طيب هدي الهدايا بتاع اللي بيقدموها في فطور العريس، تفتكروا الحاجة دي يعني لازم تكون حاجة محددة ولا ممكن تكون أي حاجة ولا كيف؟ وهي ذاتها بتتبنى على شنو؟ لا ما محددة، دي حاجة زوجية من أهل العريس. دي حاجة زوجية، و يعني ما في زول بيحدد حاجة، لأن بتتعدد الحاجات فيها، ممكن تكون تياب، ممكن تكون ذهب، ممكن تكون أرياح، ممكن على حسب الزول واستطاعته. بعدين يعني زمان كانت حاجة بسيطة جدا اللي هي الجلبابات، يعني بيمشي زي خمس ستة نسوان يودوا، يقول ماشيين دير يودوا الفطور حق العريس. طبعا العريس هناك يعني اوريدي بيكون شنو مجهز، يعني كم جاهز سبعة هسه ما في جلبابات، في ثياب متواتر سريع طبعا هسه ما بقت ثقيله يا اخوان. طيب زبيدة احنا عايزينك تغني لنا، حتغني لنا شوف الحلقه دي. حغني لك عجبني الولد النقيض، كلمات والحان سحر ميسره. Thank you.
ولد عجيب الدخري لك يا روح البعيد الدخري لك يا روح البعيد عاجبني الولد النجيب دخري للجار والبعيد دخري للجار والبعيد وعاجبني البين وظاهر الما بسوي الجخ والمظاهر عاجبني البين وظاهر الما سويك يا اخوة المظاهر لزين المركب فاخر داخل انك مشينا باكر عجبني الولد النجيب الدخري للجار والبعيد الدخري للجار والبعيد سيد المكارم بطوله يا الخايف الله ورسوله إذا المكارم بطوله يا الخايف الله ورسوله الحافظ دينه بأصوله اليتيم يرعى ويعوله عجبني الولد النجيب الدخري للجار والبعيد عجبني الولد النجيب الدخري للجار والبعيد وعاجبني البكرين ضيوفه بذيض المرضان بيشوفه عاجبني البكرين ضيوفه بذيض المرضان بيشوفه الفيض الخدر جروفه إلى عشبان دانياد غطوفه عاجبني الولد النجيب الدخري للجار والبعيد أنا عاجبني الولد النجيب الدخري للجار والبعيد سيد المكارم من بطوله يا الخايف الله ورسوله سيد المكارم من بطوله يا الخايف الله ورسوله الحافظ دينه وأصوله لليتيم يرعى ويعوله عجبني الولد النجيب الدخري للجار والبعيد أنا الولد النجيب الدخري للجار والبعيد سويك يا اخوة المظاهر عجبني البين وظاهر الماب سويك يا اخوة المظاهر غزيني بيك بن فاخر داخل انك مشينا باكر عجبني الولد النجيب الدخري للجار والبعيد انا عجبني الولد النجيب الدخري للجار والبعيد عاجبني وعاجبني 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 الولد النجيب انا عاجبني وعاجبني 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 الجند النجيب انا عاجبني وعاجبني 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 الجند النجيب انا عاجبني وعاجبني 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 عاجبني الولد النجيب الدخري للجار والبعيد جميل جدا يا زبيدة واستمتعنا بالأغنية جدا تحية لك مرة تانية وكمان تحية لكل المشاهدين اللي بتابعونا وبتابعوا برنامج غنى السبات ونتواصل معكم في موضوعنا والليل خصصناه عن العرس عايزين نعرف أكتر حاجة بتميز أعراسنا شنو في السودان طبعا أكتر حاجة بتميز مناسباتنا نحن السودانية اللي هي لحظة الجرتك يعني غير يعني باقي الدول التانية ما عندهم حاجة اسمها الجرتك لا عندنا نحن في السودان يعني بالذات لحظة العديلة والزين يعني ما دارب كي بيبكي يعني لحظة جميلة جدا يعني دورية أكتر حاجة برضو كده يعني ممكن تكون بتميزنا وبتميز أعراسنا السودانية شنو دق الريحة
أرياحنا البلدية دي ما موجودة في كل لا أبدا، يعني هي اللي بتميزنا من باقي الدول أو باقي الناس. نعم زبيدة كده ورينا برضو حاجة كده ممكن تكون بتميزنا من باقي الدول التانية. التراث والبلد البلدي الكامل حقنا، الجدلة، الخمرة، الدلكة، يعني حاجاتنا كلها البلدية هي اللي بتميزنا. أيوة ناهد انت زولة شابة وكده كده ورينا برضو عموما كده في الشباب وكده في مناسباتنا وفي أعراسنا الحاجة اللي بتميزنا من الناس التانيين شنو، من الدول التانية شنو؟ العرس السوداني كله مميز عن بقية الأعراس. نعم يعني ما مختصر بس عرس وانتهى البيان. يعني عنده كم طقس وأيام وترتيبات، ويوم للحنة، يوم يعني دي كلها حاجات بتميزنا. حاجات كثيرة بتميزنا، حاجات بلدي حلوة يعني. نعم عادات ممكن نتخلى عنها برضو. أي طيب عندنا عادات وتقاليد بتميزنا احنا كشعب السوداني، بما انكم انتم شغلكم كله مناسبات واعراس عايزين نعرف الحاجة دي متواصلة ولا بدأت تقل؟ زبيدة كلمينا شوية عن الحتة دي. والله الحاجات شنو المتواصلة، حاجات الجرح، حاجات العرس عموما وتفاصيل العرس كل يوم هي متطورة كمان على اجمل، ما في حاجة دخل لها دخيلة ولا في ناس. العنقريب، العنقريب زمان كان عنقريب المخرطة بتاع الجرتك، هسه الليلة بيقى العنقريب ذاته يعملوا له مباخر بطريقة جميلة يعني طوروها كمان بيتطور على أجمل. دورية كده نتكلم شوية في حتة العادات والتقاليد، الحاجة دي انت شايفها متواصلة ولا قلت أكتر من زمان؟ والله هي متواصلة وقلت في نفس الوقت. أو ممكن تكون قلت والناس رجعت لها تاني في اللي. قلت وجات حاجات دخيلة بالنسبة لحاجاتنا، الدخلات في العرس، الشباين، الحاجات دي زمان ما في، هسه في تقليعات في الدخلة كيف، ودخلت في أغاني أغنية مثلا للعروس أو للعريس، ودخلت العريس بقت برا ودخلت شكل العريس مع شباينه والعروس مع شباينه. الحاجة دي بتشبهنا إحنا كسودانيين. الدخلات جميلة والله يا أخوانا، معلش أنا أخش كده شمال الدخلات لا هي جميلة بس إحنا بنتكلم عن إنه مثلا الجديد شنو. نعم الحاجة دي طيب نحنا كعندنا عادات وتقاليد والحاجة دي دخيلة علينا، حاجة كويسة ولا ممكن تكون كويسة تنسي حاجاتنا القديمة؟ لا ما بتنسينا، ما حاجاتنا القديمة موجودة بتتمثل في دق الريح، هي حاجة زايدة في القدومة يعني. أما الزفاف هو اللي بيكون فيه الحاجات دي وفيه الإسلو، يعني برضو الرقصة بتاعت العريس والعروس دي، برضو دي الحاجات الدخيلة أكتر شيء بتكون يعني في يوم العرس ذاته. أما باقي التفاصيل موجودة في دق الريحة وفي القيدومة في فطور العريس، في الحاجات دي موجودة يعني ما قلت أبدا. نعم زهرة عاوزينك تغني لنا، حتغني لنا شنو؟ حغني لك إن شاء الله كلمات والحان الأستاذ الرايه خلاص التوم، بقول لها رمضان كريم عليك. سمح الجيش اللي نسيده، شوف الناس اللي بتريده. طيب خلونا نسمع ونتواصل. سمح الجريش العين سيدو، شوف الناس اللي بتريدو. سمح الجريش العين سيدو، شوف الناس اللي بتريدو. الفقير ماله خانة، تعاملوا الناس بمهانة.
اقوم للناس من مكانه سمح القريش العزيز شوف الناس البريد شوف الناس اللي تريدوا قولوا لي صاحب الهناية لا قرر نوح لا دوايا قولوا لي صاحب الهناية لا قرر نوح لا دوايا من القرآن ما حافظايا سمح القريش العنسيدو شوف الناس اللي بتريدو يا غدارة وغدورة تحريم الزول البدورة يا غدارة وغدورة تحريم الزول البدورة سمح القريش العين سيدو شوف الناس اللي بتريدو الفقير ماله خانة تعاملوا الناس بمهانة الفقير ماله خانة تعاملوا الناس بمهانة صحب الملا وجاهم مري تقوم للناس من مكانة سمح القريش العين سيدو شوف الناس اللي بتريدو القريش العين سيدو شوف الناس اللي بتريدو سمح 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 القريش العين سيدو شوف الناس اللي بتريدو جميل جدا يا زهرة ونحن شاكرين لك جدا. تسلمي إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية وتحية مرة تانية لكل المشاهدين اللي انضموا لنا للمشاهدة والمتابعة. ونتواصل معكم لسه في موضوعنا واللي خصصناه والليلة عن العرس. نحن زي ما عارفين إنه في عادات وتقاليد وفي كمية من التفاصيل اللي بتخص أعراسنا السودانية. طيب الناس بدأت تقلل من الحاجات دي، تفتكروا شافوا بديل ولا ليه قللوا من الحاجة دي؟ يعني زمان مثلا دق الريحة بكون في كم يوم، ثلاثة يوم يومين، هسي ممكن الناس بقت تجيب الريحة جاهزة الحاجة دي ولا يدقوها في يوم واحد؟ الحاجة بترجع لشنو؟ بترجع لأن نقول إحنا الناس بقت في عصر السرعة، لكن قد يعني بيتقلل من طعم فرحنا نحن السوداني، لأنه معروف الفرح السوداني من بداية دق الريحة، يجوا العمات ويجوا الخالات والجيران الليلة يوم دق الريحة، الليلة يوم للدلكة، الناس كلها تتلمى مع بعض، يوم للفطير ويوم على سن الليلة قعدوا العروس في الدخان. يعني الحاجات دي كلها بقت يعني شوية رجعت لورا، يعني بقت ما في، بقت الناس في عصر السرعة. يعني أتمنى إنه الناس يعني حاجات نحن السودانية السمحة المعروفين بها الناس ما يقوموا ينسوها، يخلوها يمشوا مع عصر السرعة.
طيب نحن في عادة برضو دخيلة علينا حاليا في الأيام دي نحن ممكن نكون شايفينها, إنه مثلا الواحدة يوم زفافة بقت ما بتتحنن كده, أنت ورينا رأيك شنو في الحتة دي؟ ما عجباني طبعا. ليه ما عجباني؟ لأنه أصل العروسة السودانية بيميزها عن بقية العروسات في العالم الحنة يوم العرس. يعني مفروض بيجوا يعملوها تقريبا يوم الجيرتيك ولا حاجة بعد العرس. أي بعد العرس ما حلوة الحاجة دي. أحسن يعني أحسن حاجة الناس تكون في عاداتها وتقاليدها والحنة الحاجة الوحيدة ممكن تميزنا من العروسات الثانية. أي أحسن أفتكر يحتفظوا بالعادة دي, ما في داعي يخلوها. زبيدة عايزين نعرف انه زمان مثلا الجرتك كان عنده يوم براو مخصص باغنياته وبحاجاته وبتفاصيله الكثيرة, بقى هسي حاليا بتعمل يوم الزفاف احتمال بعد الزفاف في ساعة او ساعتين, تفتكر الحاجة دي رجعت لشنو؟ والله الناس دايما اللي بيعملوا بعد الزفاف بيكون العريس والعروس مسافرين دايما يعني. يعني أنا كتير بيكون العريس بعد الجرتك طوال بيمشي المطار. أيوة. والعرسان اللي بيكون موجودين يعني متواجدين ما مسافرين بيقوموا بيعملوا يوم كامل براوي يعني مخصص للجرتك. يا دري احنا عايزينك تغني لنا في الحلقة دي, حتغني لنا شو؟ حغني الريدة داير علم كلمات وألحان الرائع جدا وشاعر المهضوم والمحبب مصطفى أمبو. بقول لهم رمضان كريم وتصوم وتفطر على ألف خير أنت والأسرة الكريمة. نعم أديك الصحة والعافية, وأكيد نحن متواصلين معكم, نسمع ونتواصل. الريدة دايرة علم
ام الخطاوي تسوق اللغية تأكيدا خطاوي سوق اللغية تأكيدا خطاوي سوق اللغية تأكيدا ناس تبقى فرحانة ناس زايدة تنكيدا الرينة دايرة علم الرينة دايرة علم الفرقة بتألم والجسم بيسلم الفرقة بتألم والجسم بيسلم الريدة دايرة علم الريدة دايرة
يا بريدة بريدة داير عيني بريدة داير عيني في ناس من دون أسباب القسمة بالصيدة بريدة داير عيني بريدة داير عيني في ناس تعيش أحباب ما دار يا بريدة لما الخطاوي سوء اللغة تأكيدا لما الخطاوي سوء اللغة تأكيدا لما الخطاوي سوء اللغة تأكيدا والجسم بيسلم الريدة دايرة عيني 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 جميل جدا يا دورية، واستمتعنا جدا بالأغنية اللي قدمتيها لنا. تحية لك مرة تانية، وتحية كمان لكل المشاهدين. وإحنا بنقول لهم وصلنا لختام حلقتنا، عايزينك تختم لنا. حتختم لنا بشنو؟ أختم بأغنية ريد الزمن، كلمات وألحان الشاعر مصطفى أنبو. من هنا بحييه وبقول لك العام أنت بخير ورمضان كريم. وانت بألف خير، وكل المشاهدين اللي تابعونا بألف خير، ولحد ما يلقاكم بكرة في نفس الموعد إن شاء الله وبموضوع جديد من برنامجكم غنى السباتة. في أمان الله. الزمن وما بنقدر ما بداعي بعيش جنة ويدير الزمن وما بنقدر ما بداعي بعيش جنة ويدير لما يبقى الحظ مزنوح ما في داعي بريش جنة ويدير أنا تزيد نجروح ما في داعي بريش جنة ويدير لما يبقى الحظ مزنوح ما في داعي بريش جنة ويدير مرة تلقى عذر يفوح مرة قضية سل الروح ما في داعي قلبي عيش جنة ويدير ريد الزمن وما في قلبي عيش جنة ويدير دريد يا ناس يزيد الهم في داعي عيش جنة ويدير لما سيدو يتوهم ما في داعي عيش جنة ويدير See you.
الهم بداية يعيشوا جنة ولا ما سيدوا يتوهموا ما بداية يعيشوا جنة ويبنوا نار في قبنا سهم وتبقى الحقيقة وهم بداية قلبي يعيشوا جنة ويدي لدى الزمن وما في قدر ما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويدي سريت يا ناس زيد نجروح ما في داعي حظ مزنوح ما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويدي ناس يزيد نجروح ما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويدي يبقى الحظ مزنوح ما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويدي مرة تلقى عذر يفوح ومرة قد يسيل لا روح ما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويدي ريد الزمن وما في قدير ما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويلي قدرات يا ناس يزيد الهم ما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويلي لما زيدوا يتوهموا ما في داعي يزيد الهم في داعي يعيشوا جنة ولما سيدوا يتوهموا ما في داعي يعيشوا جنة يبقى نار في قبنا سهم وتبقى الحقيقة وهم ما في داعي يعيشوا جنة ريد الزمن وما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويدر كفاكم كفا ما في داعي يعيشوا جنة ويلي القلوب ما عليها جفا ما في داعي يعيشوا جنة ويلي القلوب ما عليها جفا ما في داعي يعيشوا جنة ويلي يا عشاق هجف ما في داعي تعيشوا جنة هذا راح زمان الريد والوفا زمن الريد من روميو اختفى ما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويدير ريد الزمن وما في قدر ما في داعي قلبي يعيشوا جنة ويدير ويدير
وراسنا الغالي لنا حبيب بالدلوك والحنة الحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي لنا حبيب بالدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي لنا حبيب بالدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة حبوب الليلة زينتنا بالدلوك والحنة بعد بيها لمتنا بالدلوك والحنة وغاد الجبنة نادتنا بالدلوك والحنة كبيرنا البيه وعزتنا وسط الجبنة واللمة غناي الليلة فيه مجال بالدلوك والحنة الدائرة الفينا نقول له تعال بالدلوك والحنة أسسوه ناس عزال بالدلوك والحنة حفلة حقيقة تلقوا مثال وسط الجبنة واللمة عريس نربط له هلال بالدلوك والحنة الأعمام مع الخيلان بالدلوك والحنة يرتقوا ولاد سار وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي